حزب العدالة والتنمية وفي خضم التطورات التي عرفها يعني العمل الجماعي في جماعة الرباط بالخصوص وفي مجلس مقاطعة اليوسفية بوجه أخص، خصوصا بمناسبة الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 واللي من المفروض أن تنتهي يوم 19 أكتوبر 2018، قرر عقد ندوة صحفية من أجل توضيح يعني مستجدات هذا الوضع وأيضا بيان المواقف ديالو المبدئية بخصوص طريقة تدبير الخلاف أو الاختلاف داخل مجلس جماعة الرباط وغيره من المجالس المقاطعة التابعة له. كانت مناسبة بالنسبة إلينا أولا لنسلط الضوء على العرقلة واحتلال المنصة والتوقيف ديال المجلس لثلاث جلسات متتالية، جلسة يوم 12 وجلسة يوم 19 وأيضا جلسة التمديد يوم 26، وأيضا كانت مناسبة أن نعطي بعض التوضيحات، شيء من التوضيحات بخصوص مهمة تدقيق التدبير المالي والإداري الذي خضع له مجلس مقاطعة اليوسفية خلال الفترة ديال ما بين 2 فبراير و 25 فبراير، والذي أثير بخصوصه مجموعة من النقاشات ومجموعة من التساؤلات. فكان ضروري أن نوضح أولا للإخوان الصحفيين والصحفيات ومن خلالهم للرأي العام يعني المضامين الأساسية لهذا التقرير، مع العلم أنني مباشرة بعد أن توصلت يوم 23 أكتوبر بنسخة ورقية من الدائرة الحضرية لليوسفية، يوم 24 بادرت وتنفيذا لمقتضيات المادة 274 واللي كتقول أن رئيس المجلس ينبغي أن يعرض هذا التقرير على المجلس في أقرب دورة موالية. وبالنسبة لمجالس المقاطعة ومن بينها مجلس مقاطعة اليوسفية، الدورة الموالية هي دورة يناير 2019. أنا بناء على الصلاحيات اللي عندي كرئيس المقاطعة وتنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي بادرت إلى عقد دورة استثنائية يوم 13 نوفمبر 2018 من أجل تقديم عرض حول هذا التقرير والمضامين ديالو، ثم المضامين ديال الأجوبة والتوضيحات التي قدمتها للجنة التفتيش والتدقيق، وأيضا أمر آخر حتى نوضح الأمور يعني بشكل يعني فيه المسؤولية والجدية، برمجنا أننا سنقدم عرض حول حصيلة تدبير مجلس المقاطعة لهذه المدة السابقة، من أجل بيان أن مجلس مقاطعة اليوسفية بالرغم من بعض المشاكل التي يعيشها واللي تعبر عن أن المجالس المنتخبة هي مجالس حية فيها الدينامية فيها حرص على مصلحة الساكنة، ولكن مقاربة الإشكالات كتختلف، كل واحد كيقاربها من الزاوية دياله، باش نوضحوا المواطنين يعني المستوى ديال الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هذه المدة بالرغم من محدودية الإمكانات وبالرغم من أن مجالس المقاطعات يعني تعيش تجربة جديدة من خلال مقتضيات قانونية يعني منصوص عليها في القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجامعات، وأيضا نعطي كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بمهمة تدقيق التدبير المالي والإداري للمقاطعة. نحن أناس مبدئيون، الحمد لله البلاد ديالنا راه فيها القانون، وحنا حنا بلد المؤسسات، حنا حريصين على احترام العمل ديال المؤسسات، وكنظن انه من غير المعقول ان عاصمه المملكه يوقع فيها هذا الشيء. هذا لا يشرف اي احد، ما كيشرف لا المنتخبين لا الساكنه لا المسؤولين، واعتقد ان كل واحد سيتحمل مسؤوليته يعني فيما يقع، ونتمنى ان يقع الخير وان يرجع يعني التعقل والرشد عند الفاعلين السياسيين، وان نشتغل جميعا يعني سقفنا هو خدمة ساكنة هذه المقاطعة، وأيضا تيسير وتسريع وتيرة البرنامج المندمج ديال الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، اللي من المفروض أن سنة 2018 هي السنة الأخيرة ديالو. فنتمنى كل هذه المشاريع يعني ترى النور وتنفذ، وحنا على استعداد من أجل تيسير يعني المأمورية والمسؤولية والمهام ديال كافة المتدخلين بالتعاون والتنسيق والتكامل ديال الأدوار ديالنا كمجالس منتخبة مع الأدوار ديال السلطة المحلية وديال كافة الشركاء المؤسساتيين والفاعلين والمجتمع المدني وجميع الغيورين على الرباط، من أجل أن تتبوأ يعني مرتبة الصدارة ضمن العواصم العالمية المرموقة والتي تشرف الحمد لله البلد ديالنا والتقدم ديالها تحت الرعاية يعني الملكية السديدة.